الفيلم يبدأ مع جي التي كانت تعمل لوقت متأخر في شركة كبيرة، وقررت أن تسافر إلى نيويورك لكي تفاجئ حبيبها بعيد الحب. وعندما انتهت جمعت أغراضها لتغادر المكان. وفي طابق آخر نرى رجلاً في الحمام اسمه جون، وطول الوقت كان ينظر إلى هاتفه كأنه ينتظر أحداً. ثم دخلت جي إلى الأسانسير ودخل معها جون، وهما لا يعرفان بعضهما. وأثناء حديثهم نعرف أن الشركة في إجازة لمدة 5 أيام، وكان يتحدث ولكن جي لم تعره أي اهتمام، إلى أن نظر جون إلى رسم كان في الحائط، ورسم هناك طفل داخل الصندوق. وعندما أشار إلى الرسم فجأة تعطل بهم المصعد، لم يفهموا الذي حصل، واتصلوا بالأمن ولكن لم يرد عليهم أحد. ثم أشاروا إلى الكاميرا لكي يراهم المراقب ولكن بدون فائدة. ثم حاولوا الاتصال بأحد لكي يساعدهم ولكن شبكة الهاتف ليست هناك. وتعصبت جي لأن موعد الطائرة سوف يفوتها، وأخذت جون يتحدث معها لكي يتعرف عليها أكثر، فأخبرته أنها تعمل مديرة حسابات. أما جون فأخبرها أنه موظف جديد في هذه الشركة. وبعد ذلك تذكروا أن هناك مخرجا للطوارئ في أعلى المصعد، وساعدها جون لتصل إليه، لم تستطع فتحه. ثم جلسوا لساعات طويلة، ثم تعرفوا على بعضهم أكثر، وشعرت بالعطش فأعطاها قنينة ماء، وأخبرها أنه يوفر أيضا على زجاجة من الكحول هدية من أحد الزبائن. رسمت فتاة بجانب الطفل الذي كان بداخل الصندوق كأنها تعبر عن حالتها هي وجون. ومرت ساعات وهم يتحدثون ويضحكون، ثم سألته هل لديه حبيبة، فأجابها جون لا. وهي أيضا حكت له أنها خططت للسفر لتفاجئ حبيبها. وبعد ذلك فتحوا الزجاجة وأخذوا في الشرب، وأخذ كل واحد منهم يرسم لكي يمر الوقت بسرعة. واعترف لها جون أنه رآها عدة مرات في الطريق وأنه معجب بها، وضحكت جي من كلامه. وبعد ذلك طلبت منه أن يغير الموضوع ويتحدثون عن شيء آخر، وأخبرها جون أن يتحدثوا عن العلاقات، فوافقت. وبدأ كل واحد منهم يتحدث عن أسراره وعن علاقاته السابقة. وبعد ذلك اقتربا من بعضهما وحدثت علاقة بينهم، وأخبرها أنه سيقع في حبها، ولكن جي أخبرته أنها تحب حبيبها وأن هذه علاقة عابرة سوف ينسونها هم الاثنين. وعندما سمع جون هذا الكلام شعر بالرفض فانفعل كثيرا، واعترف لها فعلا أنه يحبها، وأخبرها بالحقيقة كاملة، وأنه ليس موظفا جديدا في الشركة كما أخبرها، ولم يرها عدة مرات بل رآها آلاف المرات، ويعلم جميع تفاصيلها وأنها تعمل أكثر من وقتها المحدد. وبعد ذلك أراها فيديو من كاميرات مراقبة الشركة، ومن هنا نعلم أن حارس الأمن الذي يجلس أمام كاميرا المراقبة معجب بها ويحبها ويريد أن يصل إليها بأي وسيلة. وهذا يعني أن العطل الذي في المصعد وكل شيء حصل بينهم ليس بالصدفة بل كان مدبرا. فصدمت جي من كلامه وخافت كثيرا وأخذت بالبكاء، وبما أنها لا تهتم به وفشلت خطته في أن يوقعها في حبه، أخرج مفتاح الطوارئ وطلب منها الخروج إن أرادت. ولكن جي خرجت عن السكوت وانفجرت في وجهه واتهمته بالخطف وهددته أن تخبر الشرطة. انزعجت جون من كلامها مما جعله يوقف المصعد وأراد أن يخرج المفتاح، ولكنهم تشاجروا بقوة إلى أن كسر داخل القفل. وهكذا أصبح هما الاثنين محبوسين داخل المصعد، وضربته بالحذاء لأنه سبب ورطتها، ونزفت جون كما أغمي عليها هي أيضا. وبعد فترة استيقظ هما الاثنين وسألته لماذا ليس هناك حارس أمن آخر،
فأجابها جون أنهم 3 حراس، ولكن هو أعطاهم عطلة ليكون في مكانهم. ونعتسه تي بالمجرم وأخذ القميص الذي اشترته لحبيبها ولبسه، وأمرها أن تفتح الهدية الأخرى، فوجد هناك سيجار واستعمله. ولاحظ جون أن المصعد ليس لديه مسامير، هذا يدل على أن هناك مخرجا للطوارئ. وعندما وجد المخرج طلب منها أن تساعده للخروج، وبعد ذلك يفتح لها هو الباب، ولكن جي لم تثق فيه، فقالت له أنها لا تستطيع أن تحمله، ومن الأحسن أن تخرج هي الأولى وبعد ذلك تفتح له الباب. ورفضت جون لأنه خاف من خيانتها، ولكن هي وعدته أنها لن تتصل بالشرطة، وكل ما تريده هو أن تخرج من هنا. وثق فيها جون وساعدها في الخروج، ولكنها خانته ورفضت مساعدته، فتعصب كثيرا من تصرفاتها واستمرت في الصعود عبر سلم. فأرادت جون أن يخرج من هناك بأي وسيلة، فكون حبلا من الثياب واستطاع الخروج، وصعد هو أيضا في السلم، وكانت تي قريبة من الخروج، وقفزت جون وأمسك بها، فسقطوا في المصعد مرة أخرى وأغمي عليهم. وعندما استيقظت قامت بإحراق ورق لتشغيل إنذار الحريق ويأتوا لإنقاذهم. وعندما استيقظ ضربته، ثم صورت له فيديو يعترف فيه بكل ما فعل. وبعد الاعتراف أخبرها أنه كان في الماضي يعمل مديرا في شركة كبيرة، ولكن حياته دمرت وعمل حادث مع فتاة في السيارة، وأمضى في السجن 6 أشهر. وبعد خروجه لم يجد عملا، فاضطر أن يعمل حارس أمن، وأنه فكر في خطة المصعد لأنه يعرف أنها لن تهتم بحارس أمن. وبعد ذلك نرى تيجي وهو رجل أمن واصطحب معه صديقته، وعندما رأى كاميرا المراقبة شاهدهم وهم محصورين في المصعد، فذهب لمساعدتهم وفتح الباب، ولكن المصعد لم يكن في اتجاه الباب، وطلب منه جون أن يصعد إليهم ليفتح الباب من الداخل. وعندما قفز للدخول ضربه جون حتى قتله، وكانت جي مرعوبة مما رأت. بعد ذلك أخذها وحبسها في صندوق سيارته، ثم عاد وخبأ جثة تيجي ونظف المكان وغير ملابسه ومسح كل ملفات الفيديو على الكاميرا. وعندما رأى صديقة تيجي هجم عليها وقتلها هي أيضا، ثم أخذ السيارة وذهب إلى شارع مظلم وسكب البنزين في القمامة لكي يرمي فيها جي ويحرقها، ولكن عندما فتح الصندوق هجمت عليه ثم هربت بسيارته، ثم قررت أن تعود إليه بقوة لقتله، فقفز في صندوق القمامة. وعندما خرجت جي من السيارة وجدته مصاب ولا يستطيع الحركة، فأخرجت السيجارة وأشعلته، فنظر إليها بكل خوف ورمت السيجارة في القمامة، وهكذا أخذ جزاءه على كل ما فعله معها.